النهارده واحنا قاعدين في امان الله كده لقينا منظمه الصحه العالميه بتحذرنا من وباء جديد. يا جدعان هو في ايه؟ وباء جديد؟ اه في وباء جديد، واحنا مش بس في وباء جديد، احنا بنقول للدول كلها تبتدي تجهز منظوماتها الصحيه عشان تبقى مستعده للوباء القادم. يعني بنقول لكم من بدري اهو، شوفوا بقى منظوماتكم الصحية، مستشفياتكم، أدويتكم، احنا بنقول لكم من بدري انه في وباء جاي. طب وايه حكاية الوباء اللي جاي دي؟ هو احنا خلاص بقت موضوع الأوبئة دي بالسهولة دي؟ هل وزارة، هل منظمة الصحة العالمية بتحذرنا من وباء ولا بتحذرنا من الوباء؟ يعني ان احنا ناخد بالنا عشان لو جه وباء نبقى جاهزين، ولا في وباء هم يعرفوه؟ الدكتور امجد الخولي رئيس فريق متابعه اللوائح الصحيه الدوليه بمنظمه الصحه العالميه، اهلا بيك يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، تحياتي ليك ولكافه المشاهدين. هو في وباء ولا في الوباء؟ انا اشكر حضرتك جدا على التوضيحه دي. الحقيقه هو في وباء مش الوباء، بمعنى انه احنا دائما نكون في حالة حذر من حدوث اي وباء، والدول من قبل الكوفيد بعشرات السنين الحقيقة وهي دائما في حالة استعداد دائم لحدوث وباء. في معظم الاحوال الحمد لله كم كبير من الفيروسات ظهرت، نتذكر سارس، نتذكر مارس اللي ظهر في دول الخليج، نتذكر انفلونزا الطيور، كل هذه كانت فيروسات قادرة أنها تحدث وباء، ولكن الحمد لله بالمنظومات العالمية والاستعدادات لم تحدث وباء بسببها. وبالتالي هذا التحذير ليس تحذيرا جديدا ولكنه تحذير متجدد دائما. مدير منظمة الصحة العالمية استغل اجتماع اللجنة مجلس منظمة الصحة العالمية وبحضور وزراء الصحة على مستوى العالم لتجديد هذا التحذير، لابد من اتخاذ كافة الإجراء لمنع حدوث وباء جديد. إمكانية حدوث الوباء موجودة وقائمة، ليست شيء جديد، مع زيادة حركة الناس، سهولة انتقال الفيروسات من إنسان إلى آخر، التعامل مع الحيوانات، معظم الفيروسات اللي بتسبب أوبئة غالبا مصدرها حيواني، وبالتالي كل هذه العوامل الحقيقة بتزيد. يعني بس عشان نوضح للناس، انتوا ما عندكمش تحسب لوباء بعينه، انتوا بتقولوا للناس خدوا بالكم وخلاص، يعني عشان اصله البشر اتلبشت من النهارده الصبح قال لك وباء تاني ووباء ايه، انتوا عارفين حاجه ومش عايزين تقولوا، انت عارف اللي يعني اللي اتلسع من الكوفيد ينفخ في الوباء القادم. مظبوط، لا ما فيش اي مؤشرات لحدوث وباء حاليا على الاطلاق، ولا يمكن التنبؤ انه يحدث السنه الجايه ولا اللي بعدها ولا خلال 10 سنين، لا يمكن التنبؤ بده. لكن كل ما بنقول انه زي اي ظاهره صح طبيعيه او اي كارثه مع نهايتها لابد ان نتعلم من اخطائنا، لابد ان نستعد لاحتماليه حدوث حدث مشابه، خاصه مره اخرى مع التغيرات العالميه اللي بتحصل. الاوبئه لم تكن هي الوحيده الان اللي بتواجه البشريه، الفيضانات، التغيرات المناخيه، الحروب البيولوجيه والكيميائيه والنوويه، كل هذه بتستدعي من العالم كله انه فيعني ما فيش حاجة عندكو على شاشة الرادار الوبائي، يعني مش شايفين حاجة بتبتدي في حتة ريحتها في حتة ابتدى يبقى في حالات في حتة، يعني ما عندكمش حاجة. هو بس يا جماعة يا ريت المنظمات الصحية بتاعت كل دولة تبقى على حالة تأهب، يعني ده بالضبط، ونبدأ من الآن في بناء قدرات. طب ليه مدير منظمة الصحة العالمية قال إن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريبا، ولا أي وباء ممكن يجي؟ ما هو طبيعي، ما لو سألتني أنا مش محتاج عبقرية، في وباء ممكن يحدث قريب، يعني ماشي بالضبط. ونفس المدير، هذا المدير ذكر نفس التحذير قبل حدوث كوفيد برضه، وجود هذا التعامل المباشر بين الإنسان والحيوان بيخلي فرصة كبيرة من انتقال. طب يا فندم ما هو ده احنا كده عشان كده خايفين، ما هو على فكرة انا لا اتذكر ان هو تنبأ بكوفيد او حذر من قبل كوفيد، بالعكس منظمة الصحة خدت وقت طويل علشان تشتبك مع كوفيد يعني، انما مش ده موضوعنا، انما مدام بتقول ان هم بيتوقعوا يبقى كلامه انه جاي وباء فعلا قريب.
لا مش فكرة قريب، هذا هو النقطة. هل هيجي وباء ولا لا؟ الظروف مهيئة دائما لطبيعة الفيروسات أستاذ عم إن هي بتتحول بشكل مستمر وبتتطور وبتتغير، وإحنا شاهدنا كم من الفيروسات انتشرت بشكل آثار ظهر العالم كله في فترات كبيرة. الحمد لله لم تصل إلى مرحلة وباء، وبالتالي التحذير لابد أن يكون قائم. لا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 2017 و2018 حذر من أن الدول غير مستعدة لاستقبال وباء، وده مثبت في كل المراجع. بس ما كانش، لا المنظمة خدت وقت طويل عشان تتكلم عن كوفيد بالتحديد يعني، وتعترف بوجوده وتتعامل معاه، خدنا وقت، المنظمة كانت بطيئة جدا، احنا عارفين ده. لا خلينا يعني برضو هنتكلم بشكل علمي. أول حالة ظهرت في ديسمبر 2019 وأعلن الوقت في مارس 2020 بعد 3 شهور، فيعني لكن كان لابد من اتخاذ التأكد من اتخاذ الإجراءات العلمية الصحيحة لوصف الوباء، لكن الإجراءات الصحية والوقائية تم نشرها في بمجرد ظهور معلومة جديدة كان بيتم نشرها في مؤتمر صحفي يومي كان بينظمه مدير منظمة الصحة العالمية. طب دكتور أمجد، هل بعد السنين دي دلوقتي عرفتوا الكوفيد ده جه منين؟ لا، والأبحاث مستمرة. لا، وفي اكتر من حيوان مرشح، لكن الحقيقه برضو مش هتكون هي دي النقطه، لانه مش بالضروره ان الحيوان المسبب لكوفيد هو اللي هيكون الحيوان المسبب في حاله حدوث وباء، ومهم جدا في حاله حدوث وباء. يعني انتوا بحثكم عن الحيوانات مش عن اي حاجه تاني، لانه هو مصدره كان حيواني. الفيروس في الاصل هو بيصيب عدد كبير من الحيوانات بشكل طبيعي، فيروس كوفيد، لكن اللي حصل انه تطور واصاب الانسان. الانسان لم يصاب به قبل 2019 على الاطلاق، وبالتالي لم يكن لدينا اي مناعه ضده، وده اللي سبب الحاله الكبيره من الامراض والمرضى والوفيات، لان لم تكن لدينا اي مناعه الا ان ظهر اللقاحات وظهرت اعداد حالات كبيره فتكون لدينا المناعه. فمهم جدا نعرف انه هذا التحذير هو تحذير مستمر، هيبقى مستمر سواء في مؤشرات او لا، لكن اللي بنؤكد عليه حاليا انه لا توجد اي مؤشرات بتقول انه في وباء قادم سواء خلال هذا العام او العام القادم او العامين القادمين، لا يوجد اي مؤشرات حاليا. المهم جدا لكل القراء او المتابعين لا يكتفي بقراءه الخبر بالظبط، عشان كده احنا بنكلم حضرتك ان هو العناوين بس تقول انه في حاجه جايه وخلاص، فده يعني يعمل ذعر للناس، وناس مش ناقصه، لان كانت تجربه مؤلمه جدا وفقدنا ناس يعني عزاز علينا كتير في هذا الوباء الغبي. الحمد لله المؤشرات كلها جيده في انتهاء الوباء، حاله الوباء، لكن مهم جدا الاستمرار في اجراءاتنا الاحترازيه الاساسيه، النظافه الشخصيه، غسيل الايدي، الشخص اللي عنده اعراض يقعد في البيت، الاجراءات البسيطه دي المطالبه دلوقتي. الدول عليها ان هي تبدا في مراجعه نظمها الصحيه. انا يعني انا اتمنى من منبركم اشكر منظمه وزاره الصحه المصريه قامت بعمل استراتيجيه للصحه الواحده، الصحه الواحده كاستراتيجيه كنهج بتقوم بالتعاون اللصيق ما بين مختلف القطاعات المختصه بصحه الحيوان، صحه البيئه، صحه النبات، وصحه الانسان. ده الهدف اللي بندعو اليه كمنظمه الصحه العالميه في الفتره القادمه، هو التعاون هذا. لا ننتظر حتى ينتقل الفيروس من الوقايه خير من العلاج، مظبوط، من يعني. زمان ابسط جمله. الدكتور أمجد الخولي بشكرك شكرا جزيلا.